قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني إن مشروع موازنة 2023 بكل وعائها الضريبي المرتفع وبجميع تحصيلاتها وإيراداتها غير الضريبية والمساعدات الخارجية تبقى أمام عجز يقترب من ملياري دينار نضطر إلى اقتراضها سنويا. وأكد خلال لقاء مع اللجنة المالية في مجلس الأعيان لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي أن الاستقرار المالي في المملكة بأفضل مستوياته بفضل منهجية صارمة كرست استقلالية البنك المركزي الأردني وإدارته الحصيفة والتي يعكسها الرصيد القياسي من العملات الصعبة. من جانبه طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر بشمول 60,000 عائلة أردنية معوزة لشبكة الأمان الاجتماعي مشيرا إلى أن الكلفة المقدرة تبلغ ما يقارب 100 مليون دينار وهو ما يقارب كلفة بعض المشاريع عديمة الجدوى.